في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنساني. هروب في هروب ونهار وبعد غروب ماشية الحياة ولا يوم بيشبه للي فاتوا. عذاب في عذاب ولا يوم عملنا حساب إن اللي بيسكت يوم ما بينفع. في اختبار مش كل شيء طعمه حلو ما فيش في نهايته مرار ولا كل حاجة تبان من الأول إنها سوء اختيار. لازم نفكر ألف مرة احنا عايشين في بس انا على ما اظن ان حد من السلطه ضابط يعني. طب ومين الضابط يعني اللي ممكن يعمل في حزب حاجه زي دي؟ ابنك محتاج قرصه ودن جامده مني عشان يتوب ويلم نفسه، لان الكلام خلاص ولا هيجيب نتيجه. ايه يا باشا؟ ايه في ايه يا باشا؟ انت مين؟ برافو عليك، اثبت لي فعلا انك ابن رياض الفول. بعد اذن حضرتك انا عايز اتصل بوالدي وبطلب طلب رسمي اني مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. وبعدين انت عارفه ان انا ما بتاخرش عن اي واجب، بس الموضوع مع الناس دي بالذات في حساسيه شويه. جو ما بتصالحش في الاماكن العامه، بيتصالح في الاماكن المغلقه. خلاص فهمتك يا جو. انت عاوزني اروح له؟ لا ده انت كده بتغلطي فيا بقى. ايه يوسف، انا طلبت منك خالد بس كيفهم كلهم ليه؟ انا عايز افهم ايه اللي حصل لمراتي يا دكتور. انا كنت سايبها زي الفل من ساعة مرات الأستاذ حازم ما دخلت علينا والواحد ما شافش يوم عادي. عايز تهزق أخوك تاني؟ يلا اتفضل حقك عليا. شوف أنت حرقت مين وأنت مش واخد بالك. مفيش غير واد ظابط كده لسه ضربه من ورايا. موضوع القبض على عمرو ده ممكن يبوظ لنا كل حاجة. حتة بلاش صغير من واحد صاحبه تافه ممكن يتسبب لنا إحنا إنه يوقف لنا مشكلتنا الأساسية وهي القبض على العصابة الكبيرة للمخدرات. ده كمان يا فندم ممكن ترسي على جنحة بيع أدوية محظورة. تخيل بقى بعد كل التعب والمجهود ده يطلع على فشوش. تعالى.
فندم، دي صوره من تقرير المعمل الجنائي اللي حضرتك طلبته. شكرا. تحت امرك، اتفضل. الله، كملت. تقرير ايه ده يا فندم؟ تقرير المعمل الجنائي بتاع الحرز اللي لقوه مع حازم الطرف الثاني في الشبكه. بيقول التقرير ده يا فندم؟ بيقول ان الماده اللي مسكوها معاه ما طلعش فيها اي نوع من انواع المخدر، طلعت بيكربونات الصوديوم. معقول؟ تخيل، الطرف الوحيد اللي مسكناه وكان ممكن يوصل لنا حاجه خلاص طلع منها براءه. انا مش فاهم اللي بيحصل، الدنيا كانت ماشيه كويس فجاه بتبوظ. الموضوع كده اتعقد خالص يا فندم، مش عارف انا ايه اللخبطه دي. تفتكر يا فندم يكون الحرز اتبدل عشان القضيه تبوظ؟ خلي بال حضرتك ان رياض الفولي اللي ماسك القضيه دي محامي مش سهل، ولو حتى الحرز ما اتبدلش حضرتك عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان كان في حد عايز يلبس حازم تلبيسه كبيره قوي ويقرص ودنه، والقرصه دي يا فندم مجرد انذار، يعني المره الجايه هيوديه في داهيه بجد. السؤال هنا يا فندم، مين اللي عايز يقرص ودان حازم القرصه دي؟ عجبني تفكيرك يا حسن. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده يا ملك؟ بقول لك جابت لي كل الاوراق الطبيه لتثبت صحه كلامها. طب هي ما جابتليش انا الورق ده ليه؟ وليه اصلا تدخلك في الموضوع؟ تلاقيك بس ما اديتهاش فرصه يا خالد، كنت بتهاجمها اول ما بتجيلك، واعتقد بقى ان هو ده اللي حصل من غير ما تقولي، مش كده ولا ايه؟ طب انا ايه اللي يضمني ان الورق ده مش مزور؟ دي اوراق من مستشفيات ومعامل محترمه يا خالد، وبعدين انت دكتور وانا دكتوره، يعني لو فيها اي حاجه مزوره احنا هنكتشفها، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ انا مش قادر اقتنع. طيب انت مش قادر تقتنع ولا مش عايز تقتنع؟ لانها تفرق كتير. انا بصراحه يعني مايله للتانيه اكتر. ليه بتقولي كده؟ مش عارفه يا خالد بصراحه، يعني ده احساسي. انا عارفه انك فقدت الثقه في ايمان من زمان، ده غصب عنك وحقك طبعا. متهيألي يعني لو ظهرت اي ثغره صغيره تثبت انها بريئه انت نفسك مش هتصدق. جايز يكون عندك حق، بس لما هي واثقه قوي كده في كلامها ليه رافضه ان ابنها يعمل تحليل دي ان ايه؟ هي بتقول انها مش عايزه تحط ابنها في اي موقف محرج، بس مش اكتر. بسمتك ده كلام يقنع اي حد يا ملك. انا متهيألي بس يا خالد ان هي حتى لو عملت التحاليل وطلعت ايجابيه انت برضو مش هتصدق. ايه مالك؟ في ايه؟ الوجع رجالي تاني يا خالد. لا يبقى لازم نروح للدكتور. لا لا الموضوع مش مستاهل يا ستي، اهو نطمن. ان شاء الله يا خالد. سلام. طمنا يا صفية. عمرو أخبره إيه؟ يا رياض هنحن ولا ايه؟ ما انا قلت لك بقرصة ودن بس تصدق يا اخي هو مستغرب قوي انك ما سالتش عنه. ما سالتش عنه؟ والله على عيني. لا 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 بقول لك ايه؟ جمد قلبك، خلينا نكمل للاخر. يعني تفتكر الموضوع ده هيتلم على طول؟ بص يا رياض الموضوع في ايدي. اول ما احس انه اتعدل وتاب أنا هطلعه على طول. أنا قاصد أسيبه سواء مع المدينين عشان يعرف إن الله حق. مش عارف الواد ده بيعمل في نفسه كده ليه؟ أصحاب السوق يا رياض، أصحاب السوق اللي ملموم عليهم. خليه يبعد عنه. عندك حق يا صفية. تعرف إن مفيش واحد منهم جه يزاره؟ خايفين إن رجليهم تيجي في القضية. على الله الموقف ده بقى يكون كشفهم قدامه وقيت علاقته بيهم. أنت كمان عليك دور مهم جدا جدا بعد ما يخرج. بإذن الله. بس أنا ما أخبيش عليك، خايف الموقف ده يعني يتسرب للجرايد. لا 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 اوعى تخاف، أنا فارض سرية تم على الموضوع ده للجرايد. والله ما عارف أشكرك إزاي. أنت أكتر من أخ يا صفية. إحنا فعلا يا رياض أكتر من إخوات. أنا عايزك تطمن خالص. ده إحنا معقول عاملين الموضوع ده بالذات عشان ننقذ سمعتك من ابنك. أو ما ضرك؟ طمن. طمن يا رياض، الموضوع تحت السيطرة. تشكل قوي يا صفية. اشرب. كان لازم اشوف أروى. انتوا ضحكتوا عليا وجبتوني على البيت على طول.
يا طنط حضرتك لسه تعبانه وكان لازم تروحي، وبعدين حضرتك اتصلتي اطمنتي عليها الصوت والصوره ولقيتيها زي الفل. يا حبيبتي دي بنتي، كان نفسي اشوفها واطمن عليها. كلها بكره ان شاء الله وتكون عندك. وبعدين يا ستي انت شايفاها اهي بقت كويسه قوي. انت متاكده انها هتيجي بكره؟ ان شاء الله، يعني لا قدر الله، يعني لو ما خرجتش انا هوديكي بنفسي ليها، بس ان شاء الله هتخرج. وحازم، عايزه اروح لحازم. هو مش مستر رياض طمنك عليه؟ انا كنت عاوز اسالك سؤال. انت متاكده من الكلام اللي قالته لك ايمان؟ والله يا طنط الاوراق كلها اللي جابتها لي بتقول ان الكلام اللي هي بتقوله ده حقيقي. الموضوع ده مش داخل دماغي ابدا. حضرتك بتقولي نفس الكلام بتاع خالد. خالد قال كده برضه؟ ايوه. خلاص بقى، يبقى لازم نعمل تحليل. ايوه، عشان نقطع الشك باليقين. زي ما حضرتك عايزه. لا الحمد لله، ده احنا بقينا تمام خالص ونقدر نخرج بكره. بجد يا دكتور؟ الحمد لله. الف سلام عليك يا حبيبتي. على فكره يا مدام اروى، انا ما شفتش حد بيحب مراته قد الباشمهندس. من ساعه ما انت جيتي هنا مع اننا طمناه، بس الراجل سايب حاله ماله وقاعد جنبك. مش قوي كده يا دكتور. انا باشا اتشالت حق. شفت يا دكتور؟ على طول ظلاني كده. ربنا ما يجيبلكوش اي حاجه وحشه تاني. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شفت بقى إنك على طول ظلماني. ظلمك؟ بعد كل اللي شفته بعناية وبرده ظلمك؟ شفت إيه بس يا عروة؟ واحدة وقابلتها صدفة. صدفة؟ رحت الغردقة صدفة. في نفس التوقيت اللي هي قاعده فيه هناك برضه صدفه، في نفس الاوتيل صدفه برضه. يا محاسن الصدف. حظ الاسود بقى، هعمل ايه يعني؟ بص انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده خالص، انا كل اللي هاممني دلوقتي اميره. ايوه اميره، انا برضه كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع اميره. انا عايزه اسفرها بره تتعالج، وعايزك تساعدني في ده. ماشي. يا فراولة، ايه رأيك في المفاجأة العظيمة دي؟ يا حبيبي الحمد لله على السلامة. يا حبيبي الحمد لله الحمد لله على السلامة. أنا لما شفتك خلاص بقيت كويس. أنا الحمد لله كويس. عادي يا حبيبي. شفتي حازم طلع بيتاجر في النشوق مش زي المخدرات زي ما بيقولوا. يا حبيبي يا حبيبي. حاجة غريبة أوي، ده حد كان عايز يأذيني ويدمرني. إن شاء الله هو وأهله اللي تشدد له. مين ده اللي متغاظ منك قوي كده؟ لا ما تقلقيش، انا مش ههدى ولا يرتاح لي بال لما اعرف هو مين، وحتى لما اعرف مش ههدى برضه. خلاص يا حازم بقى المسامح كريم. وبعدين العيله زي ما انت شايف الفتره اللي فاتت كان عندها مصايب قد كده، يعني فيها اللي مكفيها. كفايه الفتره اللي فاتت اللي كان بيحاول يحاربنا باسلحه دمار شامل ده. ليك حق يا يوسف، انت بتتكلم جد مش هزار. ما هي مش صدفه ان كل البلاوي دي تحصل لنا في وقت واحد. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. ايه بقى المقابله اللي مش ولا بد دي؟ عايز نقابلك ازاي يعني؟ يا نور في ايه؟ مش عارف ايه يا طارق؟ لا مش عارف ايه يا نور. يعني سيبتني شغلي ومن ساعتها وانا قاعده في البيت، ولا في مشروع اتعمل ولا اي نيله؟ الله يا نور، والمشروع ده ايه؟ فاكرة انك انت هتغمضي عينه وتفتحيه هتلاقي المشروع اتعمل؟ ليه؟ هو سحر يعني ولا ايه؟ الله، المشروع ده يا بنت الحلال مش عايز تخطيط ودراسة جدوى كويسة عشان خاطر ينجح؟ ولا عايزين نفتح لك مشروع ويخسر وبعد كام شهر نقفله وبرضه هترجعي تقعدي في البيت؟ بقول لك يا طارق، أنا مش عبيطة. موضوع بنتك ده كله أنت عملته حجة، عايز تخلص مني وخلاص بقى اتسليت. ها؟ والله يا سلام على الزكاوة، لو أنا عايز أخلص منك كان إيه اللي جابني لحد البيت عندك النهاردة؟ عادي يعني، عايز تخلصه بشياكة.
لا يا نور، مش طارق الشرقاوي، مش طارق الشرقاوي اللي يعمل كده أبدا. أنا ما بحبش حد يشك فيا، وأنت عارفة كده كويس. أنا أحب اللي تبقى معايا تبقى واثقة فيا جدا، فاهمة ولا لأ؟ بس خليني أتفرج. اتفرجي. أنا عايز أفهم موضوع سهيل ده فجأة بقى واكل دماغك ليه؟ مش عارف ليه بدأت أربط حاجات غريبة كده ببعض. حاجات زي إيه يعني؟ أنت مش ملاحظ من ساعة ما فاطمة اتجوزت حازم والمصايب عمالة تحصل لنا؟ في دي عندك حق. طب ومين بقى أم فاطمة؟ سهيل. بس ما تنساش إن أول مصيبة حصلت لنا إن فاطمة اتخطفت، أكيد سهيلة مش هتخطف بنتها. وأنتش ضمنك. إيه يا عم اللي بتقوله ده؟ أنت هتعمل فيلم هندي أشرف ولا إيه؟ وهي فاطمة لما اتخطفت حصل لها حاجة؟ لا بس هي بس إيه؟ دي رجعت ما فيهاش ولا خدش، وبتقولك ما شافتش حاجة وما تعرفش حاجة. طب بلاش، مين غيرها يعرف رقم الخزنة بتاعت حازم لما اتسرقوا في الأقصر؟ في إيه يا عشر؟ أنت بتشك في سهيلة ولا في فاطمة؟ هي سهيلة إيه وفاطمة إيه؟ ما الاتنين واحد. أشرف، أنت كل ده عشان سهيلة زارت أروى في المستشفى؟ لا معلش بقى، ده الزيارة دي بالذات كان ليها هدف، كانت عايزة تبلغ أروى كده مصيبتين عشان تنهار وحالتها تتدهر. معقول سهيلة بالشر ده؟ وانت ليه شايفها ست طيبة؟ أنا أصلاً طول عمري شايفها ست عاملة زي الحي. بصراحة في دي كمان عندك حق. طب قول لي عايزنا نعمل إيه؟ متشكرة قوي على سؤالكم عليا. ما تقوليش كده يا فندم هان، إحنا برضو في يوم من الأيام كنا أهل وعشرة، والعشرة بتنشل لأولاد الحرام. ربنا يديم المعز يا حكمة. الحمد لله على سلامة حازم يا طنط، وإن شاء الله أروى كمان تطلع المستشفى وتبقى كويسة. متشكرة يا إيمان. هو في ايه بس يا فريده هنا؟ واضح ان انتوا واخدين عين جامده قوي. والله ما انا عارفه يا حكمه، احنا بقينا كل يوم الصبح نصحى نقول يا ترى هيحصل ايه النهارده. معلش يا طنط، فتره وهتعدي ان شاء الله. وازاي ابنك يا ايمان؟ حضرتك تقصدي حفيدك. ما هو انت اللي غلطانه، انت اللي مخبيه عننا. احنا بس ما كناش عايزين نزعجك، انت عارفه برضو بعد انفصال عن الدكتور خالد بقى الموضوع حساس شويه. اه بس ما ينفعش حد يخبي ابنه عن ابوه الا اذا كان الموضوع يعني في حاجه مش طبيعيه. حضرتك تقصدي ايه بالظبط يا طنط؟ هي ما تقصدش حاجه خالص، احنا فعلا غلطانين ان احنا فعلا خبينا عليك الوقت ده كله، بس خلاص بقى اللي فات مات، احنا ولاد النهارده. هاي حبيبي، أخبارك إيه دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي يعني؟ يعني بعد ما رجعت بقى البيت واستقريت وارتحت كده يعني. يعني كويس. يعني إيه؟ هو في حاجة تانية ولا إيه؟ هو أنت مش واخدة بالك ولا إيه؟ أنا من ساعة ما اتجوزتك المصايب عمالة تنزل على دماغي واحدة ورا التانية. حاجة تقرف. هي فعلا حاجة تقرف. طب كويس انك عارفة، ولازم تعرفي برضو ان انا عمري ما هسيب حقي. ايه بقى؟ ناوي ترفع قضية على البوليس ولا ايه؟ انا لازم اعرف مين اللي لفق لي الموضوع ده. الموضوع ده غريب يعني، ايه حد يحط لي كوكايين في العربية وبعدين نكتشف ان مفيش حاجة اصلا؟ اللي عمل كده كان عايز يوقعني في حفرة ما اطلعش منها ابدا، بس حظ ام الذكر هو مش عارف هو بيلعب مع مين. بس اللي عمل كده يعني ما سابش وراه دليل يخلينا نعرف مين هو. بيتهيألك مفيش أي موضوع زي ده بيحصل ما بيسيبش وراه دليل. مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة، لازم فيها سهرات. أي مجرم في الدنيا لازم يسيب وراه دليل، وهتشوفي. وإيه بقى الدليل اللي عندك؟ لا ما دي بقى أسرار. وبعدين أنت لازم تعرفي كويس قوي إنه عايز ينتقم. ما بيقولش أسرار لأي بني آدم في الدنيا وبالذات مراته. وبعدين تعالي هنا، انت مالك شغله نفسك بالموضوع ده قوي كده ليه؟ يعني ايه شغله نفسي بايه؟ هو انت مش جوزي والطبيعي ان انا اهتم يعني ولا ايه؟ المفروض. هو انت بتشكي فيا ولا ايه؟ ليه يا حبيبتي دماغك راحت لبعيد كده؟
أنا لو عندي شك 1% إنك بتخونيني كانت زماني من زمان قوي أديكي طلقتين في دماغي. طب كتر خيرك بقى يا حازم بيه، إيه بقى سر نظراتك الغريبة دي؟ نظرتي مش غريبة ولا حاجة، أنت بس اللي عينيكي مش شايفاني صح. ماشي، المهم يعني ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ كان واجب برضو يا ماما انك تيجي تزوري أروى في البيت. يا سلام، وانا عيد كم مرة ما كلفتش نفسها حتى تكلمني مرة واحدة بالتليفون. بعدين يعني كنت هروح لها فين؟ روح لها الغردقة. طب ما هي جت القاهرة بقالها يومين. حاضر يا مشرف، عشان خاطر عيونك بس هروح ازورها. بقولك ايه صحيح، انت تعرفي اللي اسمها سهيلة دي؟ سهيلة مامة فاطمة؟ اه. خير، تسأل عليها ليه؟ يا مي، بقولك يا مي، عايزك تكلمي الدكتور ياسر وتأكدي عليه بعد بكرة يكون في العيادة. عندنا مريضة هنعمل لها عملية في الليسة، هو الوحيد اللي يقدر يعملها. طيب تمام. لا لا خلاص، هشوفك بكرة إن شاء الله. مع السلامة. مساء الخير يا دك. مساء الخير يا اللي مكبر دماغك. اتفضل اقعد. بدأنا. ليه بقى مكبر دماغي؟ أنا عايز أسأل سؤال، هو أنت مش هتبطل العك اللي أنت بتعمله والفضايح اللي أنت فضحها لنا دي؟ أنا فضحكم؟ طب أنت عارف من قرارة نفسك إن يوسف هنداوي ده شرف كبير قوي للعيلة من أولها لآخرها؟ شرف؟ آه. والدليل على كده إن أنا أبعت لك مريضة عندي ست محترمة عشان تعمل لها ديكورات شقتها، تروح داخل معاها في علاقة؟ أنت قصدك على ياسمين؟ آه طبعًا. طب انا عرضة ذمتك، عرضة ذمتك يا شيخ، ياسمين دي ينفع هتقف قدامها كده وتقاومها؟ لا انا بقف قدامها ولا بعرف اجيب يمين ولا شمال، بحول ببقى في السنتر بوينت عدل على طول. ده ايه الرومانسيه اللي انت فيها دي؟ ده انت شويه هتقول لي شعر. شعر؟ ده انا شاعر قوي فعلا. يعني هكتب شعر ونثر وكل حاجه، ده انا هغني لها كمان. اصل انت خالد، انت ما سمعت صوتها في التليفون؟ اول ما بسمع صوتها في التليفون بتعزف على اوتار قلبي، انا بفكر انتج لها سي دي كمان. لا والله. طب لما انت واقع قوي كده تروح يا سيدي تتجوزها، وهو ربنا يبقى هداك ونخلص منك ومن وجع قلبك. يا ريت اخويا، بس انت متخيل فريده هانم فراوله ينفع توافق على حاجه زي كده؟ مش هتوافق ليه ان شاء الله؟ ايه، ياسمين كانت متجوزه مرتين وكمان ايه عندها ابن، والاعلى بقى مش مصريه، وانت عارف فراوله ما بترضاش بالحاجات دي خالص، تقاليد العيله ما تنفعش للكلام ده. يعني افهم من كده بالمختصر ان انت بتتسلى بيها يومين وشكرا. لا لا لا، ياسمين دي مش بتاعت يومين، ياسمين دي محتاجة شغل، هقعد معاها أطول شوية. أنت زعلت؟ طب خلاص، أنا هقول لك على سر، هتكلم جد، بس الكلام ده بيني وبينك. أنا ياسمين دي صراحة حاسس ناحيتها إحساس ما حسيتوش مع حد قبل كده. شكلي وقعت على شوشتي. يوسف هنداوي جه بعد المشوار الطويل ده كله، شفت إزاي بقى؟ حاسس ناحيتها إحساس غريب كده، إحساس بالمسؤولية. اهتم بيها وبابنها وبخاف عليها. بصراحة البنت كمان مؤدبة ومحترمة، مش زي البنات اللي أنا عرفتها قبل كده. يوسف هنداوي وقع على شوشته. وقع على شوشته، والدليل إنك بتخرج مع واحدة تانية اسمها حنين، مش كده؟ هو أنت عرفت حنين كمان؟ الله أكبر، هو أنت بتراقبنا خلودة ولا إيه؟ أنا قلت لك أنت ريد روز، أنت مش مصدقني. يوسف، بلا ريد روز بلا قرف. طب ما أنت عرفت منين إن أنا ماشي مع واحدة اسمها حنين؟ ناس شافوك معاها وقالوا لي. ناس شافوني؟ هو الواد عمرو ونبيل ما يتبلش في بقهم فوله. عمرو ونبيل؟ بقى نعرف الاشكال دي؟ الاشكال دي تصاحبها انت وحازم اخوك عشان صيع زيكم، انما انا لا. صدق انت عندك حق، العيال دي صيع فعلا، وانا ابن ناس ومحترم وماليش في الحاجات دي، غلبان انا. يوسف. نعم. نعم ايه؟ يا اخي مش مكسوف من نفسك، بقى انا اخويا الصغير على اخر الزمن يخرج مع واحده بتغني في باب؟ ايه الرمرمه اللي انت فيها دي؟ رمرمه؟ انت معذور يا خالد، انت لو شفت حنين، صوت حنين ومشاعر حنين، حاجه حنين خالص كده ما تلاقيهاش اليومين دول. كان ايه يا يوسف؟ هو انا عيل صغير قاعد قدامك هتشتغلني ولا ايه؟ اقول لك ياسمين تقعد تتغزل فيها، اقول لك حنين برضو تقعد تتغزل فيها. يا اخي يا اخي بطل بقى العك اللي بتعمله ده، والله هيجي يوم تعرف من نفسك.
لا ما الموضوع مش هيوصل للقرف الكلام ده، وبعدين ان الله جميل يحب الجمال، كل واحده فيهم في حاجه غير الثانيه، وانت عارف اخوك بيحب الحاجات الجميله. خلاص خلاص تلاقش، انا خلص موضوع ياسمين ده بجد، البنت دي انا معجب بيها وحاسس ان حياتها حاجه ثانيه زي ما قلت لك. ما نشوف. ايه رايك بقى يا باشا في تلميذك النجيب؟ مش كله تمام وقلصه؟ تمام. ولو فكر ولا حاول يعمل حاجه هنظبط له حاجه جديده لو تحب. بس المره دي بقى يا باشا هيبقى جنى على نفسه، لان غالبا كده هيدخل ومش هيخرج، ومع ذلك زي ما بقول لسعادتك ولا يقدر يعمل اي حاجه. المهم المره الجايه تعمل اللي انا قلته لك بالظبط، لا بالزياده ولا بالنقصان. اسفين يا باشا مش هتحصل تاني، اصل انا فيا عيب اني بحب اصحابي جدا، بعملهم بضمير مخلص ليهم جدا. بس سيبك انت يا باشا، احنا برضه علمناه الادب وبالادب. تمام، كان لازم ارصد الودن دي عشان يتربى، عشان يعرف ان الله حق. ما نشوف. طب بقى سيبك من الكلام ده كله، انت مش ملاحظ حاجه غريبه اليومين دول في البيت؟ حاجة ايه؟ ريد روز مش ظاهرة على الساحة خالص. يا اخي طب دي حاجة كويسة الحمد لله، ولا انت وحشك المصايب اللي بتيجي من وراه؟ لا مش ده القصد، بس من ساعة ما اكتشفنا موضوع عصمت وريد روز هديت. انت هتعمل لي زي اشرف وتقول لي عصمت هي ريد روز مش كده؟ مش شرط تكون هي ريد روز، بس ممكن بتشتغل معاها بتساعدها. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان احنا من ساعة ما قفشنا موضوع عصمت الحكاية بتاعتها دي وريد روز هديت علينا، ما بقتش ظاهرة في الساحرة المستديرة. انت قصدك يعني ان احنا عرفنا موضوع عصمت فبطلت تبلغ اخبارنا ريد روز مش كده؟ ما متهيألي اللي حصل ده مش صدفة. لا بص يا يوسف انا هقول لك نفس الكلام اللي قلته لكم قبل كده، انا مصدق عصمت والحكاية اللي حكيتها لي، هي وهي بتحكي لي انا حسيت بصدقها. والله وانا كمان انا مصدقها وبحبها وعشرة عمر وكل حاجة حلوة، وعارف ان هي عملت كل الكلام ده عشان خاطر ولادها. بس يعني طب اقول لك على حاجة، مش يمكن تكون ريد روز دي عرفت موضوع عصمت وطلبت منها يا تشتغل معاها، هددتها يعني يا تشتغل معاها يا تبلغ عنها البوليس؟ ممكن طبعا. بس برضه يا يوسف انا ما اصدقش ان عصمت دي ممكن تاذينا باي شكل. الست معانا بقالها سنين، ولا عمرنا شفنا منها حاجه وحشه، ولا عمرها قالت سر من اسرارنا لاي حد. انا معاك في اللي انت بتقوله، انا بس ربطت ما بين موضوع ريد روز وان احنا اكتشفنا موضوع عصمت. معاك حق، هي صدفه غريبه فعلا. بس المهم ان احنا مش عايزين تركيزنا مع عصمت يخلينا نفقد تركيزنا مع ريد روز الحقيقيه، دي ممكن تظهر في اي لحظه وتلبسنا مصيبه تدمرنا كلنا. اه يمكن انا ريد روز مخبي عليكم؟ لا مش انا مش انا، خلاص انا بهرج يا خالي بس. خلاص بقى بهرج بقى. اتفضل. انا هكتب لك دواء منشط للتبويض، استخدميه مده 3 شهور ان شاء الله. يعني في امل يا دكتوره؟ ما تقوليش كده، انت زي الفل ما فيكش اي حاجه. ربنا يطمنك يا دكتوره. اشوفك بعد شهر. متشكره قوي يا دكتوره. اتفضل. ايه ده؟ اللي مصحيك بدري كده رايح على فين؟ مفيش، اصل اروى خارجه من المستشفى النهارده، وانا اروح انا واشرف نجيبها. انا بصراحه حاسس بتانيب ضمير قوي عشان من ساعه ما خرجت ما رحتلهاش. ليه يعني؟ وانت اللي كنت فيه كان شويه ما اكيد عارفه ومقدره يعني. اكيد عارفه طبعا. اعملي حسابك احنا هنتعشى بره النهارده. تعش برا مع مين بقى؟ مع مين ايه؟ انا وانتي. غريبة يعني التغيير ده. ولا تغيير ولا حاجة، واحد ومراته هيتعشى برا. وبعدين انتي مش كنتي بتشتكي عشان ما تعملكيش هاني مون وحاسة انك ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ هخرجك شوية، المشكلة يعني؟ مفيش مشكلة على حاجة. شكلك عايز تقولي حاجة مش كده؟
انا فعلا عامل لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ خليها مفاجاه احسن. الحمد لله. لما انت حنين قوي كده كان لازم يعني ابقى تعبانه عشان اخد منك جرعه حنان. بعد الشر عليك يا فراوله قلبي، ده انت السورس بتاع الحنايه شخصيا. انا اقدر اللي مصحيك بدري النهارده. عندي مشوار كده الصبح بدري فقلت اصحى بدري وبعدين كنت عايزك في موضوع كده. موضوع ايه؟ معقولة يوسف بقى عامل لي فيها واد فتك ومقطع السمكة وديلها وفي الآخر تختار زوجة مطلقة ومعها ولد وكمان مش مصرية؟ طب إيه المشكلة يا ماما؟ دي الوحيدة اللي أنا حسيت إن أنا عايز أتجوزها وأكمل معاها عمري، إيه المشكلة يعني؟ مالي كلام فارغ بقى وكلام أفلام؟ أنت عايز تتعس نفسك؟ طب خلاص يا ماما، ممكن نأجل الموضوع ده لغاية ما تشوفيها؟ شوفيها مرة واحدة بس. وبعدين يا ماما عمر ما اختيار الإنسانة المناسبة ليا ليها علاقة إذا كانت مطلقة ولا أرملة ولا أنيسة حتى، أنا ممكن أتجوز واحدة بنت بنوت وتطلع عين أمي. إيه؟ يعني ولد؟ أنا مش قصدي هتطلع عين أنا، أنت مالك أنت بالموضوع يعني؟ خلاص بقى فراولة فكي بقى وعشان خاطر جو، شوفيها مرة واحدة بس. خلاص يا يوسف. خليها تيجي عيد ميلاد خالد الأسبوع اللي جاي. ده عشان خاطرك بس. اعتبريها اتعزمت. على طول إحنا ما نضيعش وقت يا فراولة، ما عندناش وقت نضيعه. مش ممكن، مش ممكن. فظيع. قولي بقى خالد فين؟ مش باين من امبارح. خالد ايه ماله؟ فيه ايه؟ لا مفيش، اصل مالك دخلت المستشفى. ايه؟ وهي نتيجة واحدة
الاهداف ما فيهاش اختلافات. كنا قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات. وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. كنا قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات.